نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، إلى فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة وتمنياتهم لفخامته بدوام التوفيق والسداد فيما يقوم به من جهود حثيثة ودؤوبة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. جاء ذلك خلال استقبال فخامة الرئيس محمود عباس لمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في مدينة نيويورك. وقد كلف فخامة الرئيس محمود عباس معالي وزير الخارجية بنقل خالص تحياته إلى ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعميق تقديره للمواقف الأخوية لمملكة البحرين ودعمها الثابت للقضية الفلسطينية ولحقوق أبناء الشعب الفلسطيني. من جانبه شدد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من نيل كافة حقوقه المشروعة ومن العيش والاستقرار في منطقة مزدهرة تحقق الأمن والرخاء للجميع، مجددا معاليه موقف مملكة البحرين الراسخ تجاه القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.